جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من فعل عبادة وحصل فيها شيء من الخطأ جهلا، هل في ذلكم كفارة؟ إذا حصل فيها شيء من الخلل فإنها لا تصح، إذا ترك شيئا من شروطها أو من واجبات العبادة أو ترك شيئا من أركانها إنها لا تصح، بل عليه أن يعيدها صحيحة، إلا إذا كثرت وطالت فإنه يستقبل أمره بإكمال العبادة وينبيها على الوجه الصحيح ويعفو الله عما مضى. فإن الرجل الذي كان يسيء في صلاته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يسيء في صلاته علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ونبهه على ما كان يفرط فيه ولم يأمره بإعادة ما مضى. فإذا كان هذا التقصير ناشئا عن جهل وطالت المدة وتكاثرت العبادات التي فيها خلل فإنه يستقبل أمره بالحزم والحيطة وما مضى يعفو الله عنه. أما إذا كانت عبادات قليلة ويمكنه استدراكها وقضاؤها فإنه يقضيها. نعم.